لحضرتك. كابتن استاذنك هقطعك، انا اسف. اتفضل اتفضل. معانا معالي السفير احمد بكر، سفير مصر بالجابون. الف جميل، مبروك معالي السفير. الف مبروك، الف مبروك لمصر كلها. يمكن نقول العشاء جاب نتيجه يا كابتن ولا ايه؟ لا والله، هو احنا يعني احنا فرحنا جدا بالشباب، ويعني رافعين راسنا، ويعني ولاد كويسين ورجاله، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا بالكاس ان شاء الله، ويفرحوا المصريين كلهم. بتهيألي معالي السفير شكل المنتخب بالالتزام اللي احنا شايفينه، يعني التزام في اعلى درجات الالتزام شايفين منتخب مصر، الشكل، الاداء، بتهيألي ده هيدي شعبيه لمصر كبيره جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. لا، هم الولاد ملتزمين جدا وطلباتهم قليله يعني، وعارفين ان هم رايحين في مهمه قوميه، وعارفين ان هم عليهم برضو حمل كبير، اللي هو اسم مصر والاسم المنتخب، ولقب منتخب مصر لكرة اليد. ده مش اي كلام. صحيح. وبالتالي هم على قد المسؤوليه، ويعني حتى لما بيبقى في فارق الاهداف بيبقى قليل، بيشدوا حيلهم، بيبقى الانتصار بيبقى دايما له طعم كده، ويبقى في تفوق مصر ان شاء الله، وان شاء الله يكملوا باذن الله. طب معالي السفير، اثناء جلوسك في المقصوره طبعا في ارض الملعب، هل حصل حوار بين حضرتك وبين رئيس الدوله، بين نائب رئيس الدوله؟ يعني برضو اكيد بيحصل حوارات جانبيه بين معالي السفير بين حضرتك والمسؤولين. مظبوط مظبوط. طبعا هو طبعا دايما يعني انطباع، ويعني مسنود على حقائق طبعا، ان الفريق المصري ده فريق كبير، واي فريق هيقف قدامه يعني هو يعني مش عايزين ان احنا يعني نقاطع او، ولكن ده في حقيقه وكل الناس ان الفريق المصري ده فريق كبير، وان فرص اي فريق ثاني امامه ما بتبقاش قويه. هو فريق له تاريخه وله اسمه وله نجومه، وبالتالي يعني اللي حتى يخسر قدام المنتخب المصري بفارق بسيط فده يعتبر مكسب. فده احنا صحيح، سواء مع رجل الشارع وجه عام، او حتى مع النقطه او المسؤولين او غيره. وانا لاحظت حتى زي ما حضرتك بتقول مع المسؤولين الجابونيين او كده، معروف ان المنتخب المصري دوت منتخب كبير كبير، وهو كان على راس المجموعه الثانيه. صحيح. والنتائج يعني بتتكلم ان يعني. طب معالي السفير، الصحف في الجابون طبعا بشكل كبير يعني غالبا هيكون ماتشنا معاهم بكره، هل الصحف الرياضيه او منشطاتها هناك بتقول ان لا احنا ممكن يعني نقابل منتخب مصر ممكن نفوز عليه؟ هل طموحاتهم زي ما احنا شايفين منظر في الملعب، سقف طموحاتهم عالي؟ حضرتك على حاجه طبعا، ده حقيقي. هو طبعا عندهم طموح جامد، خاصه ان هم اتاهلوا وصلوا طبعا تاني المجموعه بتاعتهم، فكل ما يعني حلمهم بيحاولوا انهم يحققوا، انما هم بياخدوا ماشيين واحده واحده يعني. هم الاول تركيزهم على ماتش المغرب، ان هم يكسبوا ماتش المغرب، وبعد كده يعني لو هيبداوا يفكروا في مصر. فطبعا هي يعني طبعا الامان محطمه يعني مشروعه طبعا، لا ينافس. صحيح. طبعا مشروعه، ولكن هم طبعا مدركين ان 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 الفريق المصري مش فريق قليل، ويعني ده احنا دي نعمه يعني، احنا يعني حاجه احنا اكتسبناها، والمفروض ان احنا ان شاء الله باذن الله نحافظ عليها باذن الله، ويعني نحقق الفوز مره ثانيه على سوال افريقيا، ونرجع بالكاس ونفرح. طب معالي السفير، رساله تحب توجهها للاعبين، لشعب مصر، للجمهور العريض اللي بيتفرج على حضرتك دلوقتي، رساله تحب توجهها قبل انطلاق المباراه قبل النهائي بكره ان شاء الله؟ والله يعني اولا ابدا الاول باللاعبين. انا يعني انا قابلتهم طبعا واحد واحد، سلمت عليهم وتعرفت عليهم. فاولا بالنسبه للاعبين اوجه لهم رساله، اقول لهم ان احنا كلنا يعني فخورين بيهم، وان احنا كلنا يعني معتمدين على الله وعليهم ان هم يعملوا احسن ما عندهم، وان احنا يعني مقدرين الجهد اللي هم بيعملوه، وكل مصري وكل مصريه يعني حاطط امله، احنا كلنا بنتطلق ليه. فده بالنسبه لي، بالنسبه للاعبين، وان شاء الله يعني يرفعوا راسنا زي ما رفعوا راسنا دائما.
ده بالنسبه للاعبين وللفريق الفني والاداري ولكل طاقم الفريق. بالنسبه لي انا يعني بضمي صوتي واملي لاعمال يعني 100 مليون مصري بان احنا نرجع الفريق يرجع من الجابون بالكاس ان شاء الله، وكلنا نفرح يعني احنا يعني حاجه تفرح المصريين، فدي حاجه جميله جدا. ف ده 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 دي الرساله بوجهها سواء بالنسبه للفريق او بالنسبه للمواطنين. معالي السفير احمد بكر بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سفير مصر بالجابون. الحقيقه بنشكر حضرتك على دخولك معانا في قناه النادي الاهلي، وبنشكر حضرتك على المجهود اللي حضرتك باذله مع الفريق.